ازيكم، انا مشيل عايد، والنهارده اكلمكم في حلقه جديده بعنوان ازاي تحمي نفسك من اختراق. اختراق ايه؟ اختراق التليفون. كلنا عارفين ان النهارده التليفون بتاعنا بقى بيشكل اهميه كبيره في حياتنا، شغلنا، اسرارنا، ذكرياتنا، تفاصيلنا الماليه، اسرارنا، كل الحاجات يعتبر اللي بتمر في باليوم بتاعنا بتكون تقريبا موجوده على التليفون بتاعنا. فلو لا قدر الله التليفون ده حد اتمكن منه، يعني دخل على التليفون، هتبقى كارثه. يعني تخيل مثلا حد معاه ارقام الحسابات الماليه بتاعتك، او حد معاه الصور بتاعتك او الفيديوهات الخاصه بتاعتك، او حد مثلا قدر ان هو يبعت مكالمه من يعني يبعت رساله من تليفونك او يسجل مكالمه لتليفونك. كل دي كوارث ممكن تحصل من التليفون، لان احنا زي ما احنا عارفين التليفون بتاعنا النهارده مش زي من 20 سنه. اول لما كان طلع كانت فايدته بس ان احنا بنعمل ايه، بنتصل بيه، بنطمن على حبايبنا، بنعمل بيه مكالمه شغل ودمته. اما النهارده التليفون بقى بيلبي يعني كل الاحتياجات. عايز تطلب اكل بتطلبه بالتليفون، عايز تروح مشوار من التليفون، عايز تعمل تحويلات ماليه من التليفون، عايز تسدد فواتيرك من التليفون. يعني انا مش محتاجين ان انا اقول لكم فايدة التليفون في حياتنا واعتمادنا عليه بقى عامل ازاي. النقطة الثالثة معانا النهاردة هي الاضرار اللي ممكن تحصل لو حد بقى معاه نسخة من التليفون بتاعنا. بمعنى ايه معاه نسخة التليفون بتاعنا؟ يعني لو هو قدر ياخد الصور والفيديوهات اللي على تليفونك ومن غير ما يمسك التليفون بتاعك، لو قدر يفتح الكاميرا الخلفية او الامامية، لو قدر يشوفك انت بتكون موجود فين، بتروح فين، لو قدر ياخد الاسماء اللي على التليفون، ارقام التليفونات اللي معاك، لو قدر ياخد نسخه من مشترياتك الماليه وارقام حساباتك اللي في البنوك لو انت بتشيل ده على التليفون، وناس كتيره بتعمل كده. يعني تخيل ان في حد ماسك تليفونك من غير ما انت تشوفه، دي كارثه. وناس كتيره اتاذت بالموضوع ده، ناس كتيره وقعت ضحيه ان هي حد اخترق التليفون بتاعها من غير ما هي تحس، وهو التليفون مع صاحبه. طيب انت يا عم مشيل عايز تقول لنا ايه بالظبط؟ انا جاي النهارده اكلمكم في موضوع ازاي تحمي نفسك من الاختراق. انا حضرت شويه نقط، النقط دي هي باختصار يعني ممكن بتغطي معظم الثغرات اللي ممكن الهاكر يدخل لك منها. بمعنى ايه؟ تعالوا نشوف. اول نقطة معانا النهاردة هي ما تستلمش رابط او صورة من حد انت ما تعرفوش. ليه؟ لان الرابط ده ممكن بيسموه رابط فيه لغم. يعني ايه فيه لغم؟ يعني انت بتفتح الرابط بحسن نية، سواء هيدخلك على اليوتيوب او على موقع خارجي او على الفيسبوك ايا كان، بس هو الرابط ده الهاكر حاطط فيه حاجة زي ايه، لغم او طعم. انت بمجرد ما بتفتح الرابط كده هو بيفتح له حاجه اسمها بورت. الهاكر بيكون متابع معاك، هو بعت لك اللينك ومنتظرك ان انت تفتح الرابط ده. فمجرد ما انت بتفتحه هو عمل له حاجه اسمها بورت. يعني ايه بورت؟ عمل له قناه على تليفونك، ويبتدي ياخد كل اللي هو عايزه من التليفون. يقدر يفتح الكاميرا بتاعتك، يقدر يقفل لك التليفون، يفرمطه لك، ياخد ايه، كان التليفون بالظبط بقى معاه من غير ما انت تحس. وزي ما احنا هنشوف في الفيديو ده فيديو بسيط من قناه وثائقيه اسمها دي دبليو المانيه، بيشرح بالظبط ازاي الهاكر او الشخص اللي بيبعت اللينك ده قدر ان هو يخترق التليفون بتاع الضحيه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع. مثل هذه الفيروسات هي السلاح الأكثر فاعلية ضد الشبكة المظلمة، لأنه يهاجم الحاسوب قبل أن يبدأ التشفير. يشرح كلاوديو لي مدى سهولة ذلك. أرسل لي صورة كملف جي بي إي جي عادي. أفتح الصورة، يبدو كل شيء عاديا. أستطيع الآن الدخول إلى حاسوبك والقيام بما أريد والتقاط صور للشاشة، وأستطيع البدء بتسجيل ما تطبعينه، وأيضا أستطيع تشغيل الميكروفون وتسجيل ما تقولينه وتحويل الحاسوب لأداة أتنصت بها على ما تفكرين به. هل يمكنك تشغيل الكاميرا أيضا؟ نعم بالتأكيد.
أستطيع رؤيتك الآن. يمكنك أن تلوحي بيدك لكي تري ذلك. يمكنني جعلها أسرع أو أبطأ. يمكنك رصد كل ما أطبع؟ نعم، يمكنني أن أرى كل شيء. لكن هذه مجرد صورة، كيف يمكن هذا؟ ما أرسلته لك ليست صورة في الواقع، بل فيروسا يحتوي برنامجا يمنحني القدرة على الوصول إلى حاسوبك وتحويله إلى أداة تجسس. وهذه أحد مشاكل هذا النوع من البرمجيات، إنها تمنحني القدرة على السيطرة التامة دون وجود حد للأشياء التي يمكنني فعلها بها، ليس فقط بخصوص ما يحدث في الحاسوب، بل وما يحدث في البيئة التي يوجد فيها الحاسوب. زي ما انتوا شفتوا الموضوع، يعني في غمضة عين من شخص متمكن قدر ان هو يدي لك رابط او صورة مثل الغمة بيسموها، وبعتهولك وانت ما تعرفش، انت مجرد ان انت فتحت الرابط بس او الصورة بقى التليفون معاه. فالموضوع يعني كارثة. فرجاء ما تستلمش رابط او صورة من ايه، من شخص انت ما تعرفوش. او ما تفتح نقطة التانية اللي انا هكلمكم فيها في ازاي تحمي نفسك من الاختراق، هي ما تديش تليفونك لحد انت مش بتثق فيه. ليه؟ لان ممكن في خلال 5 دقايق، صدقوني يعلم ربنا، في خلال 5 دقايق بس يكون الشخص اللي عايز يأذيك ده او اللي هو عايز يخترق التليفون بتاعك يكون حط على التليفون بتاعك برنامج مساحته 2 ميجا. البرنامج ده كارثي يعلم ربنا تاني. ليه؟ لانه بيمكنه من التليفون تمكين كامل، بمعنى ان هو ممكن يفرمط لك التليفون، يفتح الكاميرا الأمامية والخلفية، يسمع المكالمات بتاعتك ويشوف انت المكالمة دي كانت الساعة كام ومين الرقم اللي كلمك. ولو الشخص اللي بيكلمك كان فاتح اللوكيشن، يجيب هو الشخص اللي بيكلمه في المكان ويجيب مكانك انت كمان، تمام؟ يقدر يبعت رسالة من تليفونك لأي حد، يعني يدخلك في مشاكل، يقدر يفرمط لك التليفون زي ما قلنا، يقدر يقفله، يقدر يعمل ايه تاني، يقدر يشوف رسائل الواتس ورسائل الفيس ورسائل اليوتيوب ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ياخد الصور اللي في التليفون، الفيديوهات، يقدر يفتح الكاميرا الامامية والخلفية، يقدر يعمل معاك لايف وانت اصلا مش واخد بالك. يعني ايه؟ يعني انت تبقى ماسك تليفونك مثلا سيب بتتفرج على فيديو على اليوتيوب وتلاقيه هو فاتح الكاميرا الأمامية وشايف تعبيرات وشك وانت ماسك التليفون بتفرج على اليوتيوب مش واخد بالك. انت متخيلين برنامج 2 ميجا معمول اصلا للناس ان هي تراقب اولادها وتشوفهم بيروحوا فين وبيجوا فين. في ناس تانية استغلت البرنامج ده في ان هي تتجسس على بعض. انت متخيلين دي بقت كارثة ازاي؟ ان انا مسكت تليفون شخص حطيت له البرنامج ده عليه وخفيته، وان انت تخفيه كمان، يعني هو لما يجي يمسك التليفون ما يحسش ان في اي مشكلة، وهو التليفون مع الشخص اللي بيتجسس عليه وعايش حياته ومستنينك ان هو يروح يعني ضربك الضربة يجيب اجر. فليه؟ رجاء محبة، شخص انت مش بتثق فيه ما تديلوش تليفون. ولو انت هتتعامل مع حد يعمل لك صيانة للتليفون، رقم واحد لازم تكون انت عارفه معرفة شخصية وعارف ان هو مش هيأذيك لما يمسك التليفون بتاعك. حاجة كمان، اول باول كده يكون عندك جهاز كمبيوتر تشيل عليه الداتا المهمة من صور من فيديوهات من ارقام، لان حتى لو التليفون وقع او اتسرق يبقى انت ما زعلتش عليه، وفي نفس الوقت لما تيجي تعمل له صيانة يبقى معاك نسخة احتياطية من بياناتك محطوطة على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك وانت كده في امان. دي كانت النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي ما تدخلش على شبكة انترنت مجانية. ناس كتيرة بتقع في المشكلة دي. ليه؟ ده انت مثلا بتخش في مكان ما بتصدق تلاقي انترنت مجاني. انا عايز اقول لكم ان ده ممكن يكون فخ. ليه؟ انا مثلا لو هاكر محترف، ودي بتحتاج احترافية شوية، ان انت بتبقى قاعد مثلا عامل طعم
بمعنى انت عامل شبكة مجاني، فابو مين عايز يخش عليها عشان يستخدم الانترنت، بس في حد وراها هو بيستنى اللي هم الناس اللي بتخش، بيبتدي ياخد البيانات بتاعتهم عن طريق الراوتر. عن طريق الراوتر ازاي؟ انت لما انت بتخش بتاخد حاجة اسمها اي بي، وبتسجل حاجة اسمها ماك ادرس. ماك ادرس ده كل تليفون وليه ماك ادرس، زي بصمة البني ادم كده يعني. الماك ادرس بتاع تليفون غير بتاع تليفون فلان غير بتاع تليفون اي حد تاني، كل تليفون وليه ماك ادرس. فده لما بيخش على الراوتر بيبقى انت كده عملت زي اكسس، دخلت. فكون ان انت دخلت، انت التفاصيل بتاعة التليفون بتاعك بقت موجودة على الراوتر. لو شخص محترف في الاختراق ممكن يطلع داتا كتيرة قوي من تليفونك، زي ارقام الحسابات اللي انت بتدخلها زي فيسبوك ويوتيوب والحاجات دي، ويجيب كمان المواقع اللي انت بتزورها. ده ممكن كمان يدخلك انت من غير ما تشعر على مواقع تانية تفيروس التليفون بتاعك ده لو حد عايز يأذيك. بس هو كون ان هو عمل كده فهو اوريدي عايز يأذيك، ان هو دخل على تليفونك من غير ما ما انت تعرف. فبلاش نفرح بحتة ان ايه ده، الله انا لقيت واي فاي مجاني. لا، ده ممكن يكون طعم او شبكة انت عارف الباسورد بتاعها بس ما تعرفش صاحبها، برضو ما تدخلش عليها، لان ممكن يكون هو عامل حتة ان هو يوجه اي مخترق او اي حد يخش غير الماك ادرس بتاعت التليفونات اللي هو سامح بيها، ان هو يروح معاقبه ومدخله على موقع فيروسات. فاللي هو زي انت جاي بتسرق الواي فاي بتاعي، طب اصبر انا هعاقبك واقوم موديك لموقع مليان فيروسات، تلاقي الجهاز اللي انت داخل بيه اتبهدل وتضطر ان انت تفرمطه او تعالج المشكله اللي انت وقعت فيها. فبلاش نفرح بحته الانترنت المجاني، الله ده واي فاي مجاني، لا ده ممكن يكون طعم. دي كانت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي ما تستخدمش تطبيقات مهكرة. ليه؟ لأن التطبيق المتهكر ده أكيد صاحب اللي هكر التطبيق مثلا مش نيته خير، إن هو عايز يديلك خدمة. لا، العالم النهاردة ما بيعملش حاجة ببلاش. فأنا كمطور أو كمبرمج قعدت مثلا جبت الواتساب وخدت الخوارزمية بتاعته وهو بيشتغل ازاي، وزودت فيه حاجات زي الواتساب الذهبي او الواتساب اللي موجود حاليا، اللي هو بيدي لك خاصية ان هو ما يمسحش الرسائل، يغير لك شكله، يعرفك مين بقى اونلاين، يبعت لك 90 صورة بدل 30، المميزات اللي احنا كلنا بنفرح بيها. طيب ده كله مقابل ايه؟ انت لا بتعرض اعلانات على الواتساب ولا دي نسخة مدفوعة الاجر. اكيد انت مش عامل ده ببلاش. هقول لكم انا هو عامل كده ليه. هو حاطط سيرفر جنب سيرفر الشركة. يعني الواتساب ده عبارة عن ايه؟ انت على التليفون بتاعك عليه واتساب، وانا تليفوني عليه واتساب، وفي سيرفر بتاع شركة الفيسبوك اللي هي اشترت واتساب. فانا ببعت لك الحاجة بتمر على السيرفر بتاع الواتساب وبعد كده بتجيلك، هي يعني اتشالت هنا وبعد كده جات لك. تمام؟ هو اللي برمج بقى الواتساب المتهكر عمل سيرفر جنب السيرفر الاساسي. طب ده وظيفته ايه؟ ان انت لما بتبعت صورة او بتبعت كلمة او بتبعت فيديو، هي مرت على السيرفر اللي هو هنسميه اللي هو ايه الاحتياطي، مرت على السيرفر الاحتياطي بتاع المبرمج وخد منها نسخة وبعد كده بعتها للاساسي وبعد كده بعتها. كل ده حصل في اقل من الثانية، عشان هو مثلا لما انت تيجي تمسح رساله هي بقت متسجله على السيرفر الاحتياطي بتاع المبرمج، فانت ما تقدرش تمسحها او انا ما اقدرش امسحها، والتاني يعرف ان هي كنت عايز امسحها. دي الميزه. بس هو الشخص كده احتفظ بنسخه من البيانات بتاعتي. طيب ممكن يكون البيانات دي فيها مثلا صوره لكريدت كارد، فيها رقم حساب بنكي، فيها صور شخصيه، فيها فيديوهات خاصه، فيها معلومات شغل، فيها ارقام حسابات، ايا كان الداتا، ليه انا ابعتها للشخص اللي هو انا معرفهوش اصلا، معرفش مصدره ايه؟ حتى الواتساب الرئيسي كان من فتره كان عايز يعمل ان هو يبتدي يطلع على بيانات العملاء، مش عشان خاطر يساومهم او يهددهم، ولكن عشان دي هو لقى ان الواتساب ما بيعملش اعلانات وما بيدخلش فلوس،
فيقول لك انا استفيد من الداتا بتاعت العملاء بحيث ان انا اقيمهم، ده مثلا بيتفرج على ايه، ده بيتكلم عن ايه، وابتدي اديها للشركه بتاعت فيسبوك عشان خاطر تربح من الاعلانات. بمعنى ايه؟ لو انا بتكلم كتير عن الكوره، يبقى انا كده اقدر اصنف الشخص ده ان هو عميل او زائر لكل ما يخص الكوره. يعني الشركات بتاعت صناعه الادوات الرياضيه، الفلنات، الحاجات دي كلها، يبقى انا قيمته في كده. لو بنت تاني مثلا بتتكلم كتير عن الميك اب وعن البرفانات وكده، لما انا اطلع على المعلومات بتاعتها يبقى ده عميل لشركات اللي هي بتاعت زي ما كنا بنقول، ما تستخدمش التطبيقات المتهكرة، لان دي بيبقى الغرض منها الحصول على نسخة من بياناتك. استخدم التطبيقات من مصدرها، احسن مصدر ليها اللي هو جوجل بلاي، لان هو بيبقى قبل ما بينزل التطبيق بتاع المبرمج ده عنده على الستور بيبتدي يفحصه. النقطة الخامسة وهي اقفل الشبكة المنزلية بتاعتك. ازاي اقفلها؟ يعني احميها من حاجتين. ممكن اي حد ان هو مثلا معاه تليفون عليه روت يبتدي يقدر ان هو يفتح الشبكة بتاعتك، ولما يفتح الشبكة بتاعتك هو هيبقى كده داخل مع الناس اللي هم موجودين على الشبكة. ولو هو شخص محترف شوية ممكن يعمل زي ما احنا قلنا في النقطة اللي قبل كده، اللي هي يبتدي يحصل على البيانات اللي موجودة على الشبكة، سواء كانت أجهزة تليفون أو جهاز كمبيوتر أو أي كان. فبتقفلها ازاي؟ أنا إن شاء الله هعمل حلقة عن الموضوع ده، بس هقولك نقطتين كده يعني بشكل سريع. ان انت بتخفيها وبتقفلها على الاشخاص اللي موجودين اللي هم هيستخدموها. يعني بتاخد ماك ادرس بتاع كل تليفون بتبتدي تحطه في الراوتر، في يعني اللي هو القايمة دي هي اللي انا عايزها بس اللي تخش على التليفون. فبتكتب اسم الشخص وتحط له ماك ادرس بتاع تليفون وبتقفلها. يعني مثلا انا في البيت عندي هنا 5 أو 10 اشخاص هم اللي هيستخدموا الراوتر، باخد ماك ادرس بتاع تليفوناتهم، ده موجود في التليفون، باخد الماك ادرس ده وبكتب اسمه، يعني مثلا ميشيل، وبروح حاطط الماك ادرس بتاعه، وبعد كده بروح قافل على كده. فلو الشخص قدر ان هو يعرف الباسورد مش هيعرف ان هو يخش جوه الراوتر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو يعني متبقاش ظاهره اول لما حد يفتح الواي فاي تجيله اسم الشبكه. حاجة كمان، انت كل فترة مثلا كل 2 أو 3 شهور غير اسم الشبكة وغير الباسورد، عشان لو خاطر انت مثلا يعني حد قدر ان هو يعرف بطريقة ما كلمة السر تبقى انت برضو صعبتها عليه شوية. يبقى خامس نقطة اللي هي احمي الشبكة بتاعتك، انت كده تبقى برضو بتحمي التليفون بتاعك من الاختراق. سادس نقطة وهي طول ما انت التليفون مش محتاجه، يعني مش بتستخدمه، اقفل النت. ليه؟ عشان لو لا قدر الله التليفون بتاعك ده حد اتمكن منه، انت لما بتقفل النت بتقفل التواصل اللي هو يقدر يبتدي يعمل اكسس على التليفون بتاعك اطول فترة ممكنة. يعني انا مش بستخدم التليفون او مقفل النت، مفيش مشكلة، لما اجي استخدم التليفون افتح النت اخلص احتياجي منه وبعد كده ارجع اقفله تاني. دي كانت سادس نقطة. انت تنظم تليفونك. بمعنى ايه؟ يعني انا هوريكم دلوقتي التليفون بتاعي واوريكم ازاي انا منظمه. طب ليه انا بنظمه؟ عشان حاجات كتير، منها لو حصل حاجة غريبة في التليفون ببتدي الاحظها. يعني انا لما ادخل مثلا بيتي مثلا متروق ومترتب، لو انا جيت مشيت رحت مثلا الشغل ورجعت لقيت حاجة مش في مكانها هحس ان في حد غريب دخل. هو نفس الفكرة في التليفون، لما انا ابقى منظم التليفون بتاعي، دي برامج مثلا بتاعت المكتب، دي برامج بتاعت الصور، دي برامج مثلا بتاعت الديزاين، دي البرامج بتاعت التليفون ذات نفسه اللي هي الفيديوهات والصور والستيتنج والحاجات دي، ودي التطبيقات مثلا بتاع ادوات تانية انا بستخدمها، مجموعة فولدرات انا حاططها على التليفون، مش التليفون بقى تطبيقات هنا وتطبيقات هنا وده مش عارف ده بتاع ايه وده بتاع ايه، وتطبيقات بتنزل انا ما اخدش بالي منها. فممكن حتى الشخص لو معرفش يخفي التطبيق اللي هو هيتجسس بيه عليك يسيبه لك وانت مش هتاخد بالك، اهو تطبيق من ضمن التطبيق وهو تطبيق كارثي. فلما يكون التليفون بتاعك متنظم تقدر تلاحظ بسرعة لو في اي حاجة غريبة.
دي كانت النقطة مهمة جدا، استخدام التليفون وهتحس ان هو تليفون رايق، تقدر بسرعة توصل للحاجة اللي انت عايزها، وتقدر توفر وقت في ان انت تدور على الحاجة اللي انت عايزها. نقطة كمان مهمة، وهي بلاش تدخل على المواقع الإباحية. دي نقطة اصلا يعني ان هي حرام، ودي بتزعل ربنا. وكمان نقطة ان هي المواقع الإباحية دي بتبقى منبع للفيروسات. منبع للفيروسات بمعنى ايه؟ اللي عملوا المواقع دي يعني ناس عايزة تأذي البشرية بأي شكل، وتوصل لهم رسالة الشيطان، ويعني ناس ما عندهاش أي أخلاق، وبتبقى حاطة سكريبتات كده معينة وانت بتتفرج على الفيديو، اللي هو ممكن يبقى فاتح الكاميرا بتاعتك ويشوفك انت بتعمل ايه وبتتفاعل مع الفيديو ازاي. فالمواقع الإباحية دي بلاش منها، بلاش، عشان هي اصلا غلط وبتزعل ربنا وبتستهلك طاقة الانسان على الفاضي، وفي نفس الوقت ان هي بتودي التليفون وبتودي صاحبه في داهية. فدي نقطة كانت مهمة جدا حبيت ان انا اقولها. نزل برنامج مكافح فيروسات يكون قوي، بحيث ان هو يساعدك لو انت شخص يعني مش بتستخدم التليفون كتير ومش على دراية ازاي تكتشف ان في فيروس او في حاجة زي كده، ده بيكون بيساعد معك. وانا شخصيا بفضل برنامج اسمه كاسبر سكاي، ده مجاني ولكن الاقوى في المجال بتاع مكافحة الفيروسات. برنامج تحفة، هيظهر دلوقتي على الشاشة، تقدر تنزله من جوجل بلاي واوريكم بينزل ازاي، وكمان استخدامه سهل وبيساعدك ان هو لو في اي حاجه، رساله جات او اي مثلا فلاشه دخلت على التليفون او اي لينك جه او حاجه مشبوه فيه، بيبتدي هو يتعامل تلقائيا. وحاجه كمان، لو انت مثلا بتحمل فيلم او فتحت صفحه مثلا على المتصفح وودتك لرابط تاني، هو بيقفلها لك، يعني بيقفل لك الصفحات اللي فيها اعلانات وحاجات زي كده. هو برنامج مفيد وفي نفس الوقت هيساعدك في ان انت تحمي نفسك اكتر. دي كانت النقطة الاولى اللي هي ازاي تحمي نفسك. ندخل بعد كده في النقطة التانية معايا، وهي ازاي تعرف ان جهازك امن او لا.